سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث ووقائع اللقاء المرتقب والهام في تاني لقاءات النادي الأهلي بطل السوبر الأفريقي لكرة اليد في بطولة ومسابقة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رقم 39 والمقامة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بالجزيرة معقل النسور الحمر. كل التمنيات بالتوفيق إن شاء الله لنجومنا وأبطالنا ورجالة النادي الأهلي في لقاء اليوم. النادي الأهلي اليوم بيلعب بالزي الاحتياطي بالزي الأزرق قدام حضراتكم، كنا في الصورة الجماعية اللي قبل بداية اللقاء. في مواجهة مين؟ في مواجهة رجاء أغادير المغربي. رجاء أغادير المغربي مشاهدينا الكرام يمكن قابل في اللقاء الأول سبورتينج المصري واستطاع سبورتينج ان هو يفوز بنتيجة 33-25. أما النادي الأهلي ففي اليوم الأول قابل كيريكوس الأثيوبي واستطاع أن هو يضع 59 هدف في شباك كيريكوس الأثيوبي مقابل 8 أهداف فقط مشاهدينا الكرام، ويدك السدود ويدك الحصون الأثيوبية بنتيجة كبيرة جدا. لقاء اليوم زي ما قلت لحضراتكم وهنقول على التشكيلات بسرعة، واضح اهو ان الكابتن مستر ديفيد ديفيز المدير الفني هيبدأ ببعض اللاعبين اللي ما شاركوش في لقاء اول امس مشاهدينا الكرام، زي عبد الرحمن طه في حراسة المرمى وزي ابراهيم المصري ذا روك الصخرة الدفاعية في صفوف النادي الأهلي. رجاء أغادير مشاهدينا الكرام بالزي الأبيض بالكامل، أما النادي الأهلي فبزيه الأوي أو الاحتياطي بالتيشيرت الأزرق والشورت الأزرق الغامق الكحلي الكامل والشراب الأبيض. ابتدينا اللقاء على بركة الله وكل التوفيق والأمنيات ل نجوم النادي الأهلي إن شاء الله بالفوز وحسم هذا اللقاء لصالحهم. رجاء أغادير بيلعب في الظهير الأيمن الباك رايت اللاعب رقم 9 توبي جبينجا، وده محترف في صفوف الفريق المغربي بيلعب كصانع ألعاب. اللاعب رقم 92 اللي معاه الكوره اهو وعلى الدايره بيقطع له بقى مين؟ بيقطع له اللاعب رقم 97 الجناح الشمال، استلم كورته لكن عبد الرحمن طه بقى بيبتدي على طول من اول المباراه يعمل اولى تصدياته عشان تروح الكوره سريعه لفريق النادي الاهلي وتوصل الى اللاعب رقم 11 عبد العزيز إيهاب الجناح الشمال للنادي الأهلي الوينج ليفت زيزو، ويحرز معاها أول هدف في الشباك المغربية وأولى أهداف اللقاء مشاهدينا الكرام. وبيلعب أيضا اللاعب وادي عبد الرحمن طه اهي، وتاني تصدياته في اللقاء كاستيلو اللي كان نجم اللقاء الأول للنادي الأهلي بيحصل على فاول وصفارة، واتلعبت الفاست بريك السريع من عبد الرحمن طه إلى كاستيلو لكن كان في ارتداد دفاعي قوي من اللاعب رقم 92. كرة على الدايرة تاني لأحمد عادل ومعاها تاني أهداف اللقاء، بيمثل النادي الأهلي قلت لحضراتكم بيلعب عمر خالد كاستيلو في الوينج رايت
وعبد العزيز ايهاب في الوينج ليفت، مهاب سعيد في الباك رايت، ومصطفى خليل في الباك ليفت، اسلام حسن كصانع العاب وسنتر هاف وعقل مفكر ومدبر لهجمات النادي الاهلي، وعلى الدايره بيطلع ابراهيم المصري من الحاله الدفاعيه وينزل احمد عادل دفاع، وفي حراسه المرمى عبد الرحمن طه. اما رجاء غدير مشاهدينا الكرام بيمثله في حراسه المرمى رقم 99 جمال والي، اللي مش قادر يتصدى لاي تصويبات الحقيقه، وادي زيزو عبد العزيز ايهاب، وثالث اهداف النادي الاهلي في الشباك المغربيه. اما فريق رجاء غدير مشاهدينا الكرام، حمزه منان كصانع العاب على يمينه توبي، وعلى شماله 92 حسن الكشريدي اهو اللي معاه الكوره بيلعب لتوبي تاني لحمزه، ويتصدى عبد الرحمن طه، يلم اسلام ويروح اسلام لمصطفى خليل ويصوب خليل في اسفل القائم الشمال، يعني بقى بيزود عن المرمى المغربي ويعوض جمال، ويتصدى لتصويبه خليل، وتبقى كره مع الهجمه المغربيه. وعلى الدايره اللاعب رقم 97 سعيد مالكي، تاني الفريق المغربي الحقيقه برضو بيحاول، الحقيقه طبعا مش هيقدر يجاري ان شاء الله نجوم النادي الاهلي ولا دفاعاته القويه، وبيتصدى عبد الرحمن طه واسلام حسن لخليل، وخليل بيروح بقى المره دي ويتوغل ويتعمق في الدفاعات المغربيه ويحرز الهدف الرابع. اهو استلم الكوره وراح في مركز بين مركز واحد واثنين الدفاعي لفريق المغرب، ويصوب من بين اقدام حارس المرمى الهدف الرابع عن طريق مين؟ عن طريق مصطفى خليل. أربعة الأهلي لا شيء رجاء أغادير حتى الآن، بنلعب في الدقيقة 6 مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبيقطع الجناح وينزل على الدايرة برضو عشان يزود لاعب على الدايرة ويقلبها إلى 4-2 هجومية، الوينج رايت رقم 19 ليه رجاء غدير رضوان برعوت، ويصوب، وعبد الرحمن طه برضو يتصدى. الحقيقة عبد الرحمن عمل لقاء ولا أروع في نهائي السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك، وكان نجم فوق العادة، حارس مرمى النادي الأهلي عبد الرحمن طه. توصل الكرة للاعب رقم 97 سعيد مالكي، لاعب الدايرة أهو، لكن كريستيل عمر زيزو عبد العزيز إيهاب، زيزو بذكاء بيدافع عليه، وآدي في دفاع قوي من إبراهيم المصري على، وعلى طول أكيد هيحصل على إيقاف لمدة دقيقتين من طاقم التحكيم السنغالي عبد الله فاي وفاضل ديوب. واقع اللاعب مين اللي واقع هنشوف، وطلع إبراهيم المصري إيقاف لمدة دقيقتين. اللاعب رقم 95 حمزه منان صانع الالعاب والسنتر هاف لرجاء غدير مشاهدينا الكرام، قام ان شاء الله سليم ويستكمل لقائه مع فرقته، وكان نزل له اولاي فاضل طبيب والعلاج الطبيعي لفريق رجاء غدير، وقام الحمد لله سليم وهيستأنف اللقاء مع فرقته. تصويبه لكن ما بتجيش، ويلمها على طول النادي الاهلي فاست بريك سريع الى كاستيلو عمر، وادي بيبو ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي، والكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، والكابتن خالد العوضي
يعني الحقيقة ما بيبخلوش بأي مجهود لإنجاح هذه البطولة اللي أشاد بيها كل المسؤولين، وأشاد بيها الاتحاد الأفريقي، وأشاد بيها الاتحاد الدولي متمثل في الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اللي حضر حفل الافتتاح ونقطة البداية، لقاء البداية للنادي الأهلي في هذه البطولة مهبأة وأولى تصويبات مهاب، ولكن دفاع قوي، وكان فيها دفع لمهاب لاعب النادي الأهلي، أحد اللاعبين المميزين اللي يعني هيغادر صفوف النادي الأهلي الاحتراف الخارجي. مشاهدينا الكرام، وآدي دفاع قوي من زيزو عبد العزيز إيهاب، لكن واقع اللاعب رقم 19 رضوان الجناح اليمين الوينج رايت لرجاء أغادير على الأرض، وهيقوم إن شاء الله سليم يستأنف مع زمايله. نزل له الجهاز الطبي تاني، ومتوقف اللقاء لعلاج اللاعب اللي واقع على الأرض. هنقول لحضراتكم في الفترة دي كده برضو على المنافسات واللقاءات اللي أقيمت في منافسات الرجال. في اليوم الأول ريد ستار الكوت ديفواري بيقابل فانز الكاميروني، لكن قابله على الورق فقط، لأن فانز الكاميروني لم يحضر للقاء، واحتسبت النتيجة 10-0 لصالح ريد ستار الإيفواري. نفس الحال وداد سمارة المغرب مع جي اس كي الكونغولي، وأيضا 10-0 لعدم حضور الفريق الكونغولي لأرض الملعب في الميعاد المقرر. أما سبورتينج المصري فقابل رجاء غدير المغربي، واستطاع رجال سبورتينج ان هم يفوزوا ويحسموا اللقاء لصالحهم 33-25 لرجاء غدير. اما الاهلي المصري فضك ودك حصون وسدود اثيوبيا بنتيجه ثقيله 59-8 لصالح الاهلي المصري، وده كانت مباريات اول يوم. خليل والاختراق، وبيحسب الحكم فاول عكسي على الهجوم الاهلاوي وما يحتسبش الهدف، وما زال النادي الاهلي يعني قافل منطقه مرماه وبيلعب تماما دفاع الستة صفر المقفوله، اللي مش قادر فريق رجاء اغادير ان هو يتغلب وان هو يوصل الى نقاط الضعف، لان الحمد لله ما فيش نقاط ضعف في الدفاعات المصريه بوجود الروك الصخرة إبراهيم المصري، ومن خلفه عبد الرحمن طه اللي الحقيقة قافل تماما ومتصدي إلى أكثر من 5 تصويبات حتى الآن. مهاب سعيد بيعمل تمريرة عكسية من الباك رايت إلى الوينج ليفت، من الظهير الأيمن إلى الجناح الأيسر، لكن كان الدفاع قافل تماما، الدفاع المغربي وراجع وقفل منطقة مرماه. ابتدى يعدي الفريق المغرب دلوقتي، الكرة توصل على احمد عادل على الدايرة، لكن دفاع قوي وفي تغييرات دفاعية بتنزل دلوقتي، بينزل اللاعب رقم 66 اشرف من رجاء غدير، بيدافع في مركز واحد من ناحية اليمين، يمين الدفاعات المغربية، وبينزل ايضا 77 ايوب بركان، وكرة حاول يمررها اسلام الى احمد عادل، لكن ما استلمش احمد عادل ويتابعها الدفاع المغربي، ورايح على طول حسن اللي بيلعب في الظهير الايسر الباك ليفت لفريق المغرب. ونزل دلوقتي 66 مكان رضوان في الجناح الوينج رايت اشرف العديشي، وما زال 9 توبي جبينجا المحترف في صفوف الرجاء، ما شفناش منه أي تصويبات بالرغم من الجسمان البدني القوي اللي هو بيتميز بيه، وتصويبة وتصدي من عبد الرحمن طه، وتوصل من خليل لزيزو، وزيزو يحرز الهدف السادس. مشاهدينا الكرام، 6 الأهلي 2 رجاء أغادير، وإحنا بنلعب في إمتى؟
في كام؟ في الدقيقة 11 من زمن وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. حمزة في نص الملعب بيدي تعليمات لسعيد ملكي كده لاعب الدايرة أنه يروح عند مركز اثنين الدفاعي عند مهاب سعيد عشان يفتح ثغرات ويحاول ينزل تاني الجناح على الدايرة يبقى يلبوها 4-2 بنزول اللاعب رقم 89 ياسين. أقول له قدام حضراتكم اللي قطع على الدايرة لكن كان الدفاع قفلها له خالص ورجع مكانه ورجعت الكرة وصلت لسعيد الملكي واستلم اهو الإعادة استلم ما بين اتنين مدافعين وصوب وأحرز الهدف الثالث على شمال عبد الرحمن طه. حاول النادي الأهلي ان هو يلعب الهجمة المرتدة السريعة رمية الإرسال السريعة لكن طلعت الكرة بره رمية جانب وعلى طول لعبها فريق رجاء أغادير مشاهدينا الكرام اللي بيبتدي دلوقتي ياخد الجراءة ويبتدي يهدد دفاعات الأهلوية ويقلل الفارق. وآدي تاني تصويبة لكن طه بإجادة وآدي جمهور النادي الأهلي اللي بيشجع فريقه في كل مكان. يمكن مفيش عدد كبير من الجماهير حاضر اللقاء لكن وجودهم ومهاب وتغيير في حركته وتغيير في اتجاهاته واستغل الحجز واستغل فتح الثغرات في الدفاعات المغربية اهي في الاعادة قدام حضراتكم بعد ما كان رايح على نص الملعب لقى الدفاع اتفتح بين مركز 2 و3 الدفاعي فراح معدل جريته ودخل اخترق وارتقى وصوب واحرز الهدف السابع مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان عشان يزيد من أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء إلى 7 أهداف مقابل 3 رجاء أغادير. ونزل رضوان دلوقتي بعد ما تلقى العلاج وطلع أشرف في الجناح اليمين الوينج رايت لرجاء أغادير. داخل أهو توبي وكان فيه يعني عدم تفاهم ما بينه وما بين لاعب الدايرة إن لاعب الدايرة اتحرك جه في وشه فبقى مفيش عنده مساحة يعدي منها وجايب مدافع معاه فبالتالي كان بيحصل عتاب ما بينه وما بينهم لكن بذكاء على طول لعبوها فريق رجاء أغادير وحاولوا يعملوها كرة من ألعاب الهوا لكن خليل بكل ذكاء بيقطع الكرة وتروح له وتوصل له ويخش من الباك يصوب من الباك العكسي من الباك رايت لكن ترتضم بالقائم يلمها زيزو عبد العزيز إيهاب ويتابع يحاول يعدي ويمر من الدفاعات المغربية لكن دفاع قوي ويقفله على طول الكرة وتبقى صفارة وفاول. نزل إسلام حسن تاني في نص الملعب ومصطفى خليل راح على شماله في الباك ليفت ومن إسلام لخليل ومن خليل لعادل اللي بينزل على الدايرة. قلنا لحضراتكم إن أحمد عادل بينزل في الحالة الهجومية وبيطلع في الحالة الدفاعية وينزل إبراهيم المصري لكن يصوب أحمد عادل وتبقى بره الثلاث خشبات. ادي بنك الاحتياطي ودكة بدلاء النادي الأهلي ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي وهشام خفافي المدير الفني لرجاء أغادير على الخط وتوجيهات وتعليمات مستمرة ولا يكل ولا يمل من توجيه فرقته. تاني حمزة يحاول حمزة يخترق ويعدي لكن خليل بيدافع في مركز 3 بجوار إبراهيم المصري هما الاثنين قافلين منطقة عمق منطقة مرماهم تماما. ادي خليل بيقطع برضو الكرة اللي حاولوا ينزلوها على الدايرة وبتستلمها إسلام وهو واقع ويلعب الكرة لزيزو اللي يروح زيزو لوحده فاست بريك ويحرز الهدف الثامن مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. واحنا بنلعب في منتصف الشوط الأول من هذا اللقاء 8 الأهلي 3 أغادير والدقيقة أول الدقيقة 16 من زمن وأحداث الشوط الأول. وعلى طول المدير الفني المغربي بيطلب التايم أوت الوقت المستقطع والتعليمات. وادي الاعاده اهي رايح زيزو بالدريبل وعلى مهله خالص ومسك كورته ونط لفوق وبص على حارس المرمى وشاف فين
وضعيته ايه ويصوب له ازاي، وفعلا بيصوب على يمينه ارضية يحرز بيها الهدف الثامن. النادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء، ده قلنا لحضراتكم ان ده تاني لقاء ليه في مباريات المجموعة اللي بتضم، احنا قلنا لحضراتكم برضو وبنقول تاني ان البطولة الافريقية للاندية ابطال الكؤوس اللي هي كأس الكؤوس الافريقية بتقام من مجموعتين، المجموعة الاولى بتضم الزمالك من مصر وداب سمارة المغرب، شبيبة كينشاسا الكونغولي، فانز الكاميروني، ريد ستار الإيفواري. أما المجموعة الثانية بتضم الأهلي المصري وسبورتينج المصري ورجاء أغادير المغربي وكيركوس الأثيوبي، وأصبحت أربع فرق فقط بعد انسحاب فاب الكاميروني وما حضرش للبطولة ولم يشارك. فبالتالي المجموعتين مجموعة خمس فرق ومجموعة أربع فرق، هيصعد أول أربع فرق من المجموعة الأولى في مواجهة الأربع فرق بعد ترتيبهم في المجموعة الثانية لتكوين الثمان فرق اللي هيشاركوا في دور الثمانية. فيعني النادي الأهلي بيقابل النهاردة رجاء غدير، يتبقى له لقاء أخير في مواجهة سبورتينج المصري. وفي هذه الأثناء كان انتهى مشاهدينا الكرام، انتهى الوقت المستقطع التايم أوت ولعبوها رجاء غدير، اتقطعت وقطعها دفاعات النادي الاهلي وراحت الكرة الى كاستيلو احرز منها الهدف التاسع. تاني رجاء غدير وبيحاول عن طريق حسن الباك ليفت لرجاء غدير انه يخترق ويتعمق ويتوغل في الدفاعات الاهلوية، لكن عبد الرحمن طه تماما قافل ومهاب سعيد صحيله ومنعه تماما. تاني توبي بيحاول، لكن مين بقى؟ شهاب اللي نزل دلوقتي وابتدى مستر ديفيد ديفيز يعمل تغييراته ونزل ياسر سيف ونزل شهاب، وتاني ياسر سيف بيقطع الكوره ويلمها ومنه لمهاب، ومن مهاب هيدخل كاستيلو، وكاستيلو يروح ويصوب بمهاره وشطاره واقتدار الهدف العاشر. قلت لحضراتكم ان الاهلي متبقي له لقاء هيواجه سبورتينج المصري، وده هيبقى ان شاء الله يوم الاحد القادم، لان يوم الجمعه بكره راحه لجميع الفرق سواء كان في منافسات السيدات او في منافسات الرجال، ثم يوم السبت هتستأنف باقي اللقاءات. وادي كرة تانية تتقطع دلوقتي وتوصل ليه شهاب اللي نزل دلوقتي وخد مركزه في مركز الباك ليفت الظهير الايسر للنادي الاهلي، استلم الفاست بريك ورايح فاست بريك بانطلاقة قوية وتصويبة قوية زي السهم يحرز الهدف الحداشر. قلت لحضراتكم ان بالنسبة لي النادي الاهلي يوم الأحد راحة، يوم الجمعة راحة لجميع الفرق، يوم السبت راحة ما عندوش لعب، فرق المجموعة الثانية هي اللي هتلعب نادي الزمالك ومجموعتها. أما يوم الأحد فهل الأهلي هيواجه سبورتنج المصري على صالة الأمير عبدالله الفيصل في التاسعة مساء إن شاء الله. تاني استأنفنا اللقاء مع حضراتكم وبنرجع لأحداث المباراة والشوط الأول، ما زالت الغلبة والتقدم للنادي الأهلي اللي قافل منطقة مرمى ودفاعاته تماما، كرة بيحاولوا ينزلوها على الدايرة يلمها عبد الرحمن طه ويلعبها إلى خيري، ومن خيري إلى مهاب، ومن مهاب إلى كاستيلو، ويحرز كاستيلو الهدف الـ 12، هدفه الثاني على التوالي أو الثالث على التوالي على طول، وبيخش شايفين الكرة واللمحة الجمالية ولفة ريست إيده في الزاوية البعيدة، الهدف الـ 12 لصالح النادي الأهلي. ونازل دلوقتي اللاعب رقم 94 أنيس واضح يعني أن عنده
وزن زياده جدا لانيس، لكن ممكن يكون عنده القوه البدنيه اللي بيستعملها بالوزن الزائد ده، وفعلا بالفعل استغل الوزن الزائد اللي عنده ان هو يعمل بيه تحجيز ما يقدرش الدفاع النادي الاهلي ان هو يتعامل معاه، وبعد كده يستلم كورته ويلعبها لب بذكاء باريحيه. الهدف عن طريق انس الهدف الرابع، وبيرد على طول النادي الاهلي عن طريق مهاب يحرز بيها الهدف ال 13. 13 الاهلي، 4 رجاء اغادير المغربي. طبعا برضو حضراتكم من متابعتكم معانا وعبر قناتنا قناه النادي الاهلي، كوره تاني حاول ان هو يعدي بيها الهجوم المغربي، لكن دفاع قوي من النادي الاهلي على اللاعب رقم 95 حمزه اللي جه هنا في مركز الباك رايت، ونزل رقم 15 اسماعيل بن محمد اهو اللي قدام حضراتكم كصانع العاب، لكن بيصوب اسماعيل كوره بقى من الثبات خادعه ما بيلحقش يشوفها عبد الرحمن طه الا وهي في الشبكه، معاها الهدف الخامس. وبيرد برضو النادي الاهلي برميه ارسال سنتره سريعه على طول الى كاستيلو، هو رايح ويحط كره قويه في الزاويه الضيقه على شمال مين؟ على شمال اللاعب رقم 22 حمزه بازي اللي نزل دلوقتي حارس المرمى بدلا من جمال رقم 99 حارس المرمى البديل. نزل حمزه رقم 22 محاولة الاختراق ودفاع قوي من ياسر سيف تاني، ابتدى دلوقتي ياسر سيف بيلعب جنب ابراهيم المصري دفاعيا، ونزل رمضانة في الباك، وكورة من العاب الهوا بقى بتتلعب من الباك للباك لمين؟ للاعب لحمزة اهي، شايفين الكورة وهو في الهوا، كورة جميلة من الفنيات كرة اليد اللي بتعجب الجمهور وبتعجب بيحاولوا يستغلوا بيها يعني بطء تحركات الدفاعات الاهلاويه شويه في الهجمه الماضيه ديت، ويحرزوا منها الهدف السادس عن طريق حمزه بازي صانع العاب رجاء غدير اللي جه في الظهير الايمن. شهاب وبيحاول يخش شهاب ويخترق، لكن دفاع قوي على شهاب عبد الله باك ليفت النادي الاهلي الان اللي حل محل مصطفى خليل في الدقائق الماضيه. ونزل ياسر سيف على الدايرة أيضا مكان أحمد عادل، وما زال زيزو في الجناح، وما زال عمر كاستيلو في الجناح اليمين. ياسر سيف يستلم بإيد واحدة ويلف ويدور ويسجل ويقول، لكن صفارة من عبد الله فاي بيحتسب رمية جزائية لصالح النادي الأهلي، رمية 7 أمتار هيتصدى لها كاستيلو سبيشاليست الرميات الجزائية في النادي الأهلي، في مواجهة مين؟ في مواجهة حارس المرمى حمزة رقم 22، وتصطدم الكرة بالقائم وتطلع رمية جانب لصالح رجاء أغادير المغربي. بنلعب في الدقيقة 23 مشاهدينا الكرام، 14 الأهلي 6 رجاء أغادير. طبعا النادي الأهلي بيلعب وبيؤدي مباراة على قد المنافس اللي أمامه في هذا اللقاء، عشان يهمه طبعا يحافظ ويدخر قوة فريقه، وكرة تاني حاول يعملها رجاء غدير لكن يقطعها الدفاع الأهلاوي، وتوصل فاست بريك من إبراهيم المصري إلى كاستيلو، ومن كاستيلو لرمضانة. واضح أن لاعب النادي الأهلي في هذه الدقائق مشاهدينا الكرام يعني تعاطفوا مع مرمى رجاء أغادير، وابتدوا يعملوا تعاقدات مع القائم والعرضة، القائمين والعرضة. فعلا شفنا كاستيلو وتصويبة في القائم، وخليل وتصويبة في القائم، وادي محسن رمضان وتصويبة في القائم من فاست بريك على موجتين كده، لكن بيلمها على طول فريق المغرب، وادي كوره تاني وابراهيم المصري كان ممكن ياخد فيها عقوبه مشاهدينا الكرام، لانه رافع رجله وعمل اعاقه
لكن لحسن الحظ ان طاقم التحكيم ما ادالوش العقوبه. ابراهيم لازم اتحرك برجلي مش ادافع برجلي، في فرق بين التحرك بالرجل. طبعا الروك الصخره في دفاعات النادي الاهلي والسد المنيع في المرمى، عبد الرحمن طه بيتصدى ويمنع التصويبه اللي برست ايده كده من تحت المدافعين من الوصول لشباكه، تبقى رميه مرمى. ياخدها خيري على طول من طه لرمضونا وعلى شماله شهاب، وبيطلب اهو انه يفتح الملعب تماما عشان الدفاع يتحرك معاه ويفتح المسافات بين المدافعين. خيري لرمضونا، وادي فيها خطوه زياده على محسن رمضان ماشي بالكوره، وصفاره من طاقم التحكيم السنغالي، وبيحتسب فاول ورميه حره لصالح رجاء اغادير المغربي. يمكن الجمهور مشاهدينا الكرام احنا سامعينه اهو، جمهور النادي الاهلي في كل مكان برغم قله العدد اللي بيحضر هذا اللقاء، الا انه ما توقفش عن التشجيع منذ بدايه اللقاء وحتى الان مشاهدينا الكرام. تاني رجاء غدير، حمزه الى اسماعيل بن محمد، لحمزه نزل الكره على الدايره لانس، انس للعوف لكن كان قافلها له تماما شهاب وياسر سيف، ويحصل على فاول ورميه حره لصالح رجاء غدير. يخش حمزه تاني من الجناح بعد ما قطع من على 9 متر كده، او من الظهير بعد ما قطع من على 9 متر بعرض الملعب وصوب، لكن كان فيها دفعه من خيري وبيحصل على ايقاف لمده دقيقتين. خيري وصفاره ورميه حره لصالح رجاء غدير. يا ترى هيستفاد رجاء غدير من النقص العددي الدفاعي في صفوف النادي الاهلي، ولا رجال ونسور النادي الاهلي هتقفل منطقه مرماها تماما في هذه الاثناء؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الدقيقتين اللي هيبقى ناقص عددي النادي الاهلي فيها دفاعيا. تاني اسماعيل بن محمد لحمزه، تقع من ايده الكوره يلمها طه ويلعبها لمحسن رمضان، محسن رايح على طول بالدريبل ليه كاستيلو، ويخش كاستيلو ويرتقي ويحلق عاليا نسر الاهلي الطائر اهو قدام حضراتكم، يعلى فوق كاستيلو ويبص بكل نظر ثاقب نظر نسور النادي الاهلي، ويصوب على شمال حارس المرمى حمزه بازي في الشباك المغربيه الهدف ال 15. تاني اسماعيل بن محمد لحمزه، ودفاع قوي من ياسر سيف، وطالع ياسر طبعا مش مستني إشارة الحكم لأنه عارف إن هو عمل تحويط باللاعب، وإشارة طاقم التحكيم هي واضحة إنه كان فيها تحويط واللاعب لف عدى بيه وهو جايبه من ظهره والتحويط تماما، فبالتالي إيقاف لمدة دقيقتين. كده النادي الأهلي هيبقى بيلعب بيدافع بأربع مدافعين لحد ما يستكمل الدقيقة الإيقاف الأولاني اللي هو تحصل عليه مش عارفين كم مين ياسر سيف، ثم بعد ما ينزل هيبقى برضه لسه ناقص لاعب بيلعب بخمس لاعبين. لعب اللعبه السريعه الفاول على طول بعد ما استأنف اللقاء نادي رجاء اغادير، واستغل اسماعيل بن محمد وحمزه منان رقم 95 زي ما قلت لحضراتكم المسافات الكبيره في دفاعات النادي الاهلي المساحات الواسعه، وادي كوره من زيزو لشهاب، وطالعين بقى بيلعبوا دفاع مان تو مان على اثنين لاعبين في النادي الاهلي في الخط الخلفي عشان ما يقدروش يبقى فيها تمريرات، لكن شهاب بيعدي بكل اريحيه وبيعمل خداع وفنت مروحه ويلف دراعه ويرتقي ويخترق ويحرز الهدف لصالح النادي الاهلي الهدف ال 16. 16 الاهلي 7 رجاء غدير. مشاهدينا الكرام اسماعيل بن محمد وتمريره بره الملعب اوت لصالح النادي الاهلي، يلعبها على طول كاستيلو لمحسن رمضان لطه لشهاب، لسه رجاء غدير بيلعب مان تو مان، طلع على شهاب وعلى محسن رمضان وشهاب بيجري ويستلم
على مهله تماما في فاول ورميه حره، شهاب هيعدي ويلعبها لزيزو، وزيزو يخش يوسع لنفسه، ويوسع لنفسه ازاي مشاهدينا الكرام هتشوفوها في الاعاده، وفي الاعاده فيها كل الافاده. زيزو لما عمل الفنت وعدى كان خلاص خد خطواته، فارتقى على القدم العكسيه عشان يفتح لنفسه زاويه التصويب، وصوب على شمال حارس المرمى ومعها الهدف ال 17 عشان يزيد من الام واوجاع رجاء غدير ويحرز بيها الهدف ال 17. حمزه يلعب للجناح رقم 89 ياسين، وتاني يخترق حسن رقم 92 الظهير الايسر الباك ليفت، لكن عبد الرحمن طه يتصدى لتصويبة حسن كشريدي، لكن يحصل على رمية جزائية. هيصوبها مين؟ يصوبها أشرف رقم 66 أشرف العديشي، أهو قدام حضراتكم اللي بيستحق التشجيع وتحية المدير الفني هشام خفافي لفريق رجاء أغادير. خلاص بنلعب في آخر دقيقة مشاهدينا الكرام، واكتمل النادي الأهلي اكتملت صفوفه بعد انتهاء الإيقاف. دلوقتي خيري لمحسن رمضان لشهاب، اتقطعت الكرة راحت للهجمة المغربية، ويصوب ويتصدى طه، ويصوب تاني الجناح عن طريق مين؟ عن طريق 92 حسن الكشريدي، لكن يتصدى طه لتاني مرة على التوالي ويلمها الفريق المغربي وعلى مهله تاني، وتبقي حوالي 10 ثواني هنشوف. واقع حمزه منان، وفي ايقاف دقيقتين على مين؟ على خيري، برضه واقع ماسك وجهه حمزه، اهو خيري رفع ايده، وان كان فيه فعلا كان فيه مد ايد كده من خيري، هو مش قاصد ان هو يدافع على حمزه على وجهه ولكن يصطدم بيه، ولكن ايده بدون قصد تيجي في وجهه، فعلى طول بيقع حمزه وبيحصل خيري على الايقاف لمده دقيقتين. وادي الجمهور اللي كنت بقول لحضراتكم عليه مشاهدينا الكرام، اللي ما سكتش على التشجيع والمعذره وتحفيز وتحميس لاعبته واحنا بنلعب خلاص في اخر الشوط الاول من هذا اللقاء. مشاهدينا النادي، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، والتقدم اهلاوي اهو فاضل متبقي ثانيه واحده على نهايه الشوط. اعزائي المشاهدين 17 الاهلي 8 رجاء اغادير، ومعها صافره نهايه احداث الشوط الاول مشاهدينا الكرام. لكن لسه الفاول والرميه الحره هيسيبها لاعبي رجاء اغادير لتوبي جبنجا عشان يلعب، لان لازم يصوب بس، لكن ما يقدرش، لازم يبقى حذر ما يصوبش في وجه اي حد من اللاعبين. وادي اهو بيصوب الكوره، لكن جت في صدر، هي جت، هل هي جت في وجه عمر خالد كاستيلو؟ لكن هو الحكم بيقول لا، جت في صدره ما جتش في وجهه، لكن عمر ماسك يعني وجهه كده من عند منطقه الدقن من اسفل الوجه. وادي الاعاده اهي هنشوفها، بس الكاميرا مش جايبه من الزاويه دي الكوره، هل اصطدمت بالوجه ولا لا؟ هل هيدي عقوبه ولا لا؟ لكن واضح ان هو ما اداش عقوبه مشاهدينا الكرام. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 17 مقابل 8 رجاء غدير. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، على امل اللقاء بكم. استراحه قصيره ونلقاكم على خير إن شاء الله مع بداية وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي أنسات سادتي، مرة أخرى مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، يسعدني لنقل أحداث ووقائع الشوط الثاني من اللقاء اللي انتهى الشوط الأول الذي يجمع بين النادي الأهلي في مواجهة رجاء أغادير المغربي بنتيجة 17 الأهلي 8 رجاء أغادير. هي النتيجة قدام حضراتكم، واستئناف بداية الشوط الثاني واستئناف اللقاء.
لسه النادي الاهلي عنده ايقاف لمده دقيقتين فناقص عددي كده. هنقول لحضراتكم برضو على تشكيلاته. عمر سامي يمكن اهو طالع بيلعب كده ناحيه الظهير الايسر، الظهير الايمن عفوا، نتيجه الايقاف العددي بيلعب ما بين الجناح والظهير. وادي مهاب لاحمد عادل على الدايره، ودفاع قوي من اللاعب رقم 97 سعيد مالكي، وهو بيدي تحذير طاقم التحكيم فاضل ديوب وعبد الله فاي لفريق رجاء غدير ودفاعاته، بيقول له مفيش ماسك من التيشيرتات يا ريت. وادي احمد عادل بيحجز على كورته ويستلم ويخش ويصوب ويحرز الهدف ال 18. بدايه قويه للنادي الاهلي منذ اول دقيقه في الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، حمزه منان على شماله دلوقتي اللاعب رقم 15 اسماعيل بن محمد، اسماعيل بن محمد وحمزه منان، وادي كوره تانية اهي من حمزه بيحاول يعملها لاسماعيل لكن تقف في ايده ويقطعها مهاب ويلعبها الى عمر سامي رقم 19 اللي نزل بقى مكان كاستيلو، خد مكانه في الجناح اليمين الوينج رايت للنادي الاهلي الجناح الطائر، يحرز بيها الهدف ال 19. ديفيد ديفيز بكل هدوء وتربص كده للقاء، وعينه شغاله ونظرته شغاله على اللقاءات اللي جايه بعد كده كمان اكيد. وايضا احنا شايفين اهو مشاهدينا الكرام نزل احمد وليد حارس المرمى للنادي الاهلي مكان عبد الرحمن طه منذ بدايه الشوط الثاني. ادي احمد وليد في مواجهه اشرف الاديشي، وادي اشرف يحرز الهدف التاسع واولى اهداف الرجاء اغادير المغربي. وشايف لسه مين؟ زيزو لسه في الجناح الشمال، ما حصلش تغيير في المركز الوينج ليفت. ومصطفى خليل نزل في الباك ليفت، وخيري على صناعه اللعب، وادي مهاب والارتقاء تصويبه بره الثلاث خشبات، يلمها جمال على طول ويلعبها لحمزه منان. وبيلعب دلوقتي على يمينه 77 ايوب بركان. اللي نزل في الشوط الثاني مكان توبي ايوب لحمزه، وفي صفاره الملعب واقف وبنستكمل تاني اهو اشاره انطلاق استئناف اللقاء. مشاهدينا الكرام تاني بيلعب دلوقتي اللاعب رقم 94 بيحاول ان هو يعمل زياده عدديه وحجز وزياده ونتيجه النقص العددي. فعلا هو بيسحب حارس المرمى وبيلعب بيهاجم بزياده لاعب، يعني بيهاجمه بسبع لاعبين مشاهدينا الكرام. وهي كره توصل على الدايره والمرمى خالي، هيحطها خيري ولا لا؟ لكن رجع الدفاعات والمرمى خالي، هم لعيبه النادي الاهلي مش شايفين المرمى الخالي ولا ايه، او كانوا مش مركزين في اللقطه دي. ما انا لما يكون بيهاجم عليا بسبع لاعبين اكيد هيبقى المرمى خالي وخروج حارس المرمى ونزول لاعب بديل في الهجوم، ده يستطلب ويتطلب ان انا على طول لو الكره اتقطعت مني ارجع اخرج لاعب على طول وينزل حارس المرمى. واي خطا واي خطا هنا الخطا والغلط بيكون غالي في المرمى الخالي. كره تانية اهي حاول يعملها للجناح عكسيه، وادي مصطفى خليل المره دي بقى اهي في المرمى الخالي زي ما بقول لحضراتكم المفروض من الاول على طول على طول في المرمى طالما المرمى فاضي مفيش حارس مرمى واقف فيه بيحرس الشباك، وفعلا بيحرزها خليل الهدف ال21.
دقيقة 6 من زمن وأحداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تاني أيوب بركان لحمزة ميناد أهو في نص الملعب، ونزل كمان رقم 5 مروان بخصة. يحرز الهدف العاشر خيري، تقع كرة من ايده ويلمها ويتابعها خليل، لكن فيها اشارة انه كان دايس على خط الستة متر. اهي الكرة لما وقعت خدها خليل، وفعلا كان دايس خليل على خط الستة متر، فما بيحتسبش الهدف لصالح النادي الاهلي. لسه برضو اهو بيلعب بزيادة لاعب بخروج حارس المرمى، الكرة توصل على الدايرة ويتصدى أحمد وليد، لكن تصويبة سعيد مالكي كانت قوية وتروح تعانق الشباك الأهلوية الهدف العاشر. 21 الأهلي 10 رجاء غدير. قلت لحضراتكم إن الأهلي اللقاء القادم هيكون ينتظروا لقاء مصري خالص في مواجهة سبورتنج السكندري. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ونجومه. مهاب دخل واخترق وتوغل وتعمق في عمق الدفاعات المغربية وصوب، لكن كان في دفاع من داخل الستة متر ويحصل على رمية جزائية. عمر سامي في مواجهة مين؟ في مواجهة جمال حارس المرمى، وينجح عمر في إحراز الهدف في الشباك المغربية، الهدف 22 لصالح النادي الأهلي. الشوط الأول مشاهدينا الكرام انتهى بفارق 11 هدف. بفارق 9 أهداف عفوا. أما دلوقتي النتيجة 22-11، أي بفارق 11 هدف، يعني النادي الأهلي في الشوط الثاني متقدم بفارق هدفين. تاني حمزة منان هيخش ويتوغل ويحاول يلعب الكرة على الدايرة، قطعها عمر سامي، لكن كرة ترتطم بقدمه ويتبقى فاول ورمية حرة. لسه المرمى خالي والخطأ هيكون غالي. كرة تانية على الدايرة لسعيد مالكي، يستلم ويلف ويصوب ويحرز في شباك أحمد وليد الأهلوية الهدف. زي ما قلنا لحضراتكم برضو ان احمد وليد هو واحد من الصفقتين اللي ابرمهم النادي الاهلي لدعم وتدعيم فريق الرجال في بطولة السوبر الافريقي وايضا كأس الكؤوس الافريقية، باحمد وليد من في حراسة المرمى عشان يعوض غياب عبد الرحمن حميد حارس المرمى، لما تمنى له كل السلامة والشفاء العاجل إن شاء الله ويرجع يستكمل مسيرته مع فرقته. وأيضا كان دعم بلاعب الأهلي ونجم الأهلي السابق ونجم دينامو بوخارست الحالي علي زين، وهو ابن من أبناء النادي الأهلي. وأدي كان كرة سريعة ودفعة لمين؟ لزيزو. دخل زيزو حاول يحط الكرة برست ايده يلفها يتصدى لها حارس المرمى، وكان معاها ايقاف لمدة دقيقتين على رضوان بروات اهو اللي بيتناقش مع الحكم، لان بيقول له والاشارة واضحة ايه ان كان فيها دفعة لزيزو وهو داخل من الجناح، وارتضم زيزو باللوحة الإعلانية وحصل على الرمية الجزائية. عمر سامي ويصوب عمر على يمين جمال هوالي حارس المرمى، الهدف 23. قلت لحضراتكم على أحمد وليد كدعم لصفوف النادي الأهلي، وأيضا علي زين اللي برضه نتمنى له الشفاء والسلامة ويرجع لفريقه اللي مش هيقدر طبعا يلحق بأحداث هذه البطولة ويشارك مع فريق النادي الأهلي، لكن قدامه حوالي جاله مزق في السمانة في قدمه اليمنى،
وتحتاج لعلاج وتأهيل حوالي 3 أسابيع، وإن شاء الله يرجع سليم يستأنف مع فريقه فريق دينامو بوخارست. كرة تاني حاول يعملها النادي الأهلي، سريعة تقع من خيري، يلمها الدفاع المغربي عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 5 15 إسماعيل بن محمد، 5 مروان بخصة. بيلعب في الجناح الشمال الوينج ليفت، يصد احمد وليد، عايز يعمل الهجمة السريعة، يعملها على موجتين على 3 وتوصل الكورة لعمر سامي، يحط الكورة في السوكة في 90، الزاوية 90 على يمين حارس المرمى. اهي شايفين حضراتكم الإعادة، بريست ايده ترتضم بأسفل العارضة وتخش في المقص اليمين، الزاوية 90 على يمين حارس المرمى، الهدف 24. نزل أشرف الديشي في الجناح اليمين الوينج رايت، وكده برضو لسه في ايقاف دقيقتين، لكن طلع حارس المرمى ونزل اللي بيعتمدوا عليه دلوقتي بقى اللاعب رقم 97 سعيد ملكي على الدايره ان هو يوصلوا له الكوره. وانا شايف كمان عبد الرحمن فيصل نزل، بينزل في الحاله الدفاعيه في مركز 3 بدل من ابراهيم المصري. خليل لخيري لمهاب، واحمد عادل على الدايره كان مستني الكوره، وخيري لكن معاه مروان وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. خيري لخليل لعمر سامي، بيخش من زاويه ضيقه ويصوب وراجع بكل روح رياضيه. عمر الحقيقه يستحق عليها التشجيع والتحيه، لان تصويبته يمكن لو شفناها في الاعاده جت جنب وجه حارس المرمى، تصويبة قوية من جنب خده كده الشمال، فبيعاتب عمر سامي اللي رجع له بكل روح الفرسان الأهلوية والنسور الأهلوية والقلعة الحمراء، الروح الرياضية العالية، رجع لحد عنده وتأسف له واعتذر له. وهو من بره هو كابتن محمد إبراهيم بيقول لهم إن هم بيلعبوا ب7 لاعبين في الهجوم، يعني كده المرمى خالي، لازم الدفاع يركز، خيري وخليل وفيصل في النص على لاعبي الدايرة، عشان لو الكرة اتلعبت عكسية واتقطعت يقدروا يعطلوا الهجمة، وفي نفس الوقت لو قطعوها يقدروا يلعبوا الكرة على طول في المرمى الخالي. وادي فعلا احمد وليد يتصدى، لكن يعمل متابعة سعيد ملكي ويصوب على يمين وليد الهدف في الشباك الأهلوية، عشان تبقى النتيجة 25 الأهلي 14 رجاء أغادير المغربي. نلعب في الدقيقة 13 مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مصطفى خليل وتصويبته السريعة بقى، اللي بياخد 3 خطوات بسرعة ويرتقي من بره 9 متر ويصوب على شمال حارس المرمى، أرضية قوية ما يقدرش يعمل حاجة. أهي شايفين الارتقاء والإعادة، وكرة رايحة في الزاوية الأرضية تماما بتلامس خط المرمى وتخش في الشباك المغربية. جمهور الأهلي بقول لحضراتكم ما سكتش من أول اللقاء. تاني الكورة حمزة منان لتسعة توبي اللي رجع تاني في أرض الملعب، لحمزة لمحمد بن لإسماعيل بن محمد، وصلت الكرة للاعب رقم 4، حاول يعمل سبين ذا ريست، كرة يلف ريست ايده عشان يجيبها، لكن يتصدى لها وليد ويعمل عليها متابعة ويصوبها تاني، ويتصدى وليد تاني ويعملها هجمة مرتدة سريعة توصل لخليل، ومنه إلى عبد العزيز إيهاب زيزو. أهي الإعادة، استلم زيزو وهو بيتحرك للكورة وحط الكورة من تحت أقدام حارس المرمى، الهدف 26. ابتدى الفارق يزيد تاني ويبقى 12 هدف لصالح النادي الأهلي مشاهدينا الكرام.
الثاني اسماعيل بن محمد، لأنس لعوف، لاسماعيل، هيرتقي اسماعيل ويصوب، احمد وليد يتألق ويتصدى في المرمى الخالي، والهدف الاهلاوي من المرمى للمرمى. وادي تحية وتشجيع كل الحاضرين والجمهور، وادي يمكن محمد ابراهيم نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي برضه اللي ما بيشاركش مع النادي الاهلي لاصابته، كان عنده اصابه طويله شويه، كان عنده كسر في ايده اليمين، فطبعا ما يلحقش ان هو يشارك مع فريقه، قاعد بيتابع وبيأذر فرقته من المدرجات. راح دلوقتي حمزه في الباك رايت، وسعيد ملكي على الدايره، التعاون ما بين حمزه وتوبي وسعيد ملكي، ودفاع قوي من خليل وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. لعبها انس لحمزه، تغيير في الاتجاهات كده، ومن حمزه توصل الكوره الى انس ويلمها على طول، يتصدى لها احمد وليد، وتوصل الكوره الى مين؟ لفيصل، وفيصل يحط الكوره في المرمى الخالي لانه استفاد من الخطا الغالي اهي، حط الكوره على طول عشان يضمنها كمان، حطها بنضايه في الارض تتهادى لحد ما تعانق الشباك المغربيه، شباك رجاء اغادير المغربي. مشاهدينا الكرام، ومعلنا عن الهدف ال 28 لصالح النادي الاهلي. انتصف الشوط الاول مشاهدينا الكرام. اسماعيل بن محمد حاول يلعب الكوره على الدايره لسعيد ملكي، لكن قطعها الدفاع الاهلاوي، لكن كان ارتطمت الكوره بقدم مصطفى خليل، وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح رجاء اغادير. تاني الكوره على الدايره لانس لعوف، الحقيقه اللي عنده مهارات وفنيات لاعب الدائره، وقادر يستفاد من الوزن الزايد اللي فيه جسمه لصالحه، وما بيبقاش ضده، بل بالعكس هو بيستفيد منه لحد الان. مشاهدينا الكرام، مصطفى خليل لخيري اللي راح في الباك ليفت، ومن خيري على الدايره استغل قطع عمر سامي من الجناح اليمين على الدايره، قطع كده وساب مركزه الوينج رايت لحد ما قطع لحد مركز الباك ليفت كده الهجومي قدام مصطفى خليل على الدايره، واستلم من خيري الكوره وهو لوحده تماما، واحرز بيها الهدف ال 29. هل هي 29-14 والهدف بتاع انس لعوف ال 15 ما احتسبش ولا ايه؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم في هذا اللقاء، واحنا بنلعب في الدقيقه 18 من زمن الشوط التاني. وادي مستر ديفيد ديفيز وتوجيهات كده وتعليمات للحاله الدفاعيه، ان هو بيقول له العب على الايد اللي فيها الكوره، ما تلعبش على الجسم وتسيب الايد الحامله للكوره فاضيه لوحديها. وكوره من خيري سريعه الى زيزو، يحرز بيها زيزو اللي احرز، يعني يمكن زيزو حتى الان. عبد العزيز ايهاب نجم الجناح الشمال للنادي الاهلي يمكن احرز حتى الان في هذا اللقاء من ال 30 هدف، زيزو احرز حوالي 8 او 9 اهداف حتى الان في هذا اللقاء. تاني حمزه لايوب لاشرف، ويقع حمزه على الارض، وادي في دفاع قوي، وهل فيها عقوبة وإيقاف لمدة دقيقتين؟ هنشوف ايه الإعادة. حمزة وكان طالع فيصل، وإيد فيصل برضو حمزة. حمزة عنده حتة هجومية مشاهدينا الكرام، يعني بيستغلها إن هو في كل هجمته بيروح نازل بجسمه لتحت، فتبقى إيده في يعني إيد الدفاع بتيجي في وجهه، وقدر من خلال هذه الحركة إن هو يحصل على إيقاف لمدة 3 دقايق على لاعبي النادي الأهلي، واستغلها بالذكاء الحقيقة.
وهذه جانب من الحضور ناشئات ولاعبات النادي الأهلي في كرة اليد بيأزروا، وأسرة كرة اليد بالنادي الأهلي بتؤازر فرقتها بعدما أزروا فرقتهم فريق السيدات في اللقاء اللي كان أمام الرهيب بريميرو دي أغوستو الإنجولي. واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم تاني، أشرف إلى حمزة ومن حمزة إلى سعيد مالكي، وواضح إن كل اللاعبين بيلعبوا على إن هم يحاولوا يوقعوا دفاعات النادي الأهلي في الأخطاء، إن هم ينزلوا بجسمهم تحت عشان الوجه يبقى في مستوى يد المدافع. اتلعبت الرمية الحرة ووصلت لي أشرف الإديشي وارتقى وصوب لكن بره الثلاث خشبات، وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. لعبها أحمد وليد على طول، لسه النادي الأهلي ناقص لاعب نتيجة إيقاف عبد الرحمن فيصل الدقيقتين. بيلعب مهاب في الباك رايت وخيري في الباك ليفت وياسر سيف على الدايرة، وفي الجناحين زيزو عبد العزيز إيهاب وعمر سامي في الوينج رايت. ادي اهي كان في دفاع قوي من اللاعب رقم 77 ايوب بركان على مهاب سعيد، وتوصل الكوره ويلعبوها بقى العاب الهوا بقى من النادي الاهلي، يحرز بيها مهاب هدف جميل، كره من خيري لزيزو ومن زيزو لمهاب، يصوب مهاب كوره في الشباك بعنوان مهارات كره اليد الفنيه والطائره فلاينج جوست الاهلي، او بلاش فلاينج جوست بقى خليها فلاينج ايجلز، نسور الاهلي الطائره بتحرز هدف من الهواء. بيحاول يرد تاني رجاء غدير، توصل الكره في الجناح الى اللاعب رقم 5 اهو قدام حضراتكم مروان اللي دخل ووسع لنفسه واحرز هدف في الشباك الاهلاويه، الهدف ال16 لصالح رجاء اغادير المغربي. 32 الاهلي دبل سكور 16 رجاء اغادير، فارق 16 هدف. نزل اسلام حسن دلوقتي في نص الملعب، ونزل رمضونا، ونزل شهاب بيعمل الروتيشن مستر ديفيد ديفيز الحقيقه بالتايم بالساعه. شهاب عبد الله رقم 8 يرتقي ويصوب قذيفه لا تصد ولا ترد، يحرز بيها الهدف ال33. دقيقه 22 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تايم اوت وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني هشام خفافي والجهاز الفني لرجاء اغادير المغربي مصطفى مزار، عشان يعني هيطلب من فريقه ان هو الفارق ما يتسعش قوي كده، بعد ما كان فارق 9 اهداف وصلنا الى فارق 17 هدف. يعني الشوط الثاني الاهلي متقدم بفارق 8 اهداف حتى الان، بالاضافه الى 9 اهداف في الشوط الأول فارق، يعني هو حصيلة أهداف النادي الأهلي ال33 هدف مقابل 16 رجاء أغادير. انتهى التايم أوت مشاهدينا الكرام، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. كرة مع أشرف الإديشي، خدها سعيد مالكي، لعب الفاول أو رمية الإرسال، وكده لسه برضو بيلعبوا 7 لاعبين في الهجوم بخروج حارس المرمى، وقلنا وبنقول تاني الخطأ غالي في المرمى الخالي. تاني سعيد مالكي على الدايرة، توصل يتصدى أحمد وليد، يلم سيف لشهاب لسيف تاني، ويروح ياسر سيف ويحرز الهدف ال34 لصالح النادي الأهلي. أنا شايف دلوقتي كمان في
اللاعب رقم 8 أنس بن هاني، أهو اللي معاه الكورة، ده نزل في الظهير الأيمن الباك رايت، لعب أنس لحمزة منان، رجع له تاني الكورة وهيخش يحاول، لكن بذكاء يحصل شهاب على فاول عكسي، توصل إلى إسلام حسن، ومن إسلام لشهاب، ومن شهاب وقف على كورته لإسلام لرمضان اللي كان بيطلب الكورة، وإسلام يلعبها إلى عمر سامي في الوينج رايت، وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. إسلام لشهاب، لإسلام لشهاب تاني، زيزو، عمر سامي قطع واتقلبت الأربعة اتنين، توصل لياسر سيف عملها باك هاند أرضية، تصدلها حارس المرمى برغم أنه لعب الكرة بظهره، ياسر سيف لأن تصدى حارس المرمى بالكرة، عمل متابعة عليها زيزو وأحرز بيها الهدف 35. لسه مصمم الجهاز الفني لرجاء غدير أنه يلعب بسبع لاعبين هجومياً بخروج حارس المرمى، وناجح النادي الأهلي أنه يتغلب على الزيادة العددية في الهجوم المغربي ويقطع الكرة ويحرز أهداف في الشباك المغربية. اتقطعت الكرة اهي والمرمى فاضي، وهيروح، لا نزل دلوقتي، طلع لاعب ونزل حارس المرمى، لأن النادي الأهلي عمل الفاست بريك على ثلاث موجات أو أربع موجات بنقل الكرة بين اللاعبين، ما حطش الكرة من أول ما قطعها في المرمى الخالي. 36 الأهلي، الفارق اتسع إلى 20 هدف مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 16 رجاء أغادير، 36 الأهلي، 16 رجاء أغادير المغربي، ابتدى هو يرجع تاني إلى الطريقة المعتادة، بيخلى حارس المرمى وما بيلعبش بالزيادة العددية في الهجوم المغربي. كرة تاني حاول يحطها لب، لكن تصدلها أحمد وليد، لعبها لإسلام حسن، رايح إسلام لشهاب إلى رمضان في الباك اليمين، فادي رمضان بيقول له أنت يا شهاب جاي عليا. لو لاحظتوا مشاهدينا الكرام، شهاب قطع وتحرك من الباك ليفت الظهير الأيسر وكمل جري بالكرة وجه لحد ما جه، وطبعا وهو بيتحرك بعرض الملعب كده بيتحرك معاه الدفاع كله، فبالتالي قفل على رمضان، على محسن رمضان، وأحمد وليد بقى بيتصدى تاني لانفراد وياخدها على طول شهاب ويوصلها لعمر لزيزو، وزيزو للشباك المغربية، الهدف 37 عشان يعمق ويزيد من آلام وأوجاع رجاء أغادير المغربي، ويزيد من آمال وحظوظ النادي الأهلي وتأكيد فوزه بهذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، طبعا الفارق دلوقتي أصبح 21 هدف، ومتبقي خلاص بنلعب في المنحنى والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، متبقي 4 دقائق، وآدي محسن عمل كرة لكن الكرة لزقت في إيده ما راحتش زي ما هو عايز إلى عمر سامي، ونزلت جوه الستة متر، وعمر بلمحة فنية جميلة مد إيده خد الكرة. وإحنا عارفين مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي، إن طالما الكرة في الهواء وهي داخل حيز الست أمتار يقدر ياخدها اللاعب، مفيش مشكلة طالما هي مش ثابتة على الأرض، وبالتالي خدها عمر سامي من الهواء وهي جوه الستة متر، ووقف الدفاع المغربي على الكرة كده وحطها بإيده في المرمى على طول الهدف 38. لعب على طول الفريق المغربي الكرة وقطعها النادي الأهلي، وصلت لشهاب فاست بريك انفراد تام وهو بحارس المرمى، وارتقى وصوب من على الخمسة متر كده ولا حاجة، لكن بتألق الحقيقة يتصدى حمزة حارس مرمى رجاء أغادير رقم 22 حمزة باذي لانفراد
شهاب عبد الله، تاني رجاء غدير، توبي ويصوب توبي وبره الثلاث خشبات احمد وليد لاسلام حسن، رايح اسلام يلعبها على طول لمحسن رمضان، تاني محسن بقى عايز يجيب هدف لكن الكوره لعبها محسن رمضان اسيست قطري كده بعرض الملعب من الباك رايت الى الجناح الشمال العكسي خالص زيزو، لكن مع العرق والميه اللي بتبقى على جسم اللاعبين نتيجه العرق تقع الكره من ايده وتطلع رميه جانب لصالح رجاء اغادير. خلاص بنلعب مشاهدينا الكرام في اخر دقيقتين من زمن الشوط الثاني واخر دقيقتين في المباراه. طبعا مبروك النادي الاهلي الثلاث نقاط، وكان في تصويبه وتصدي من احمد وليد واسلام حسن، يلعب الكوره لشهاب ومن شهاب لاسلام تاني، هينظم صفوفه ويهدي ملعبه، وادي حوار كده شفوي بالشفره ما بين اسلام وياسر سيف، هنشوف هيعمل ايه. اسلام لشهاب ومن شهاب لسامي ومن سامي عمر الى الشباك المغربيه، الهدف 39 واحنا بنلعب في اخر الدقيقه 29 من زمن واحداث الشوط الثاني. مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، قلنا لحضراتكم على اللقاء القادم للنادي الاهلي ان شاء الله في هذه البطوله، هيقام يوم الاحد بمشيئه الرحمن امام سبورتنج المصري، ايضا مواجهه مصريه خالصه. ياسر سيف والانفراد، ياسر سيف والهدف الـ40 واحنا مع بدايه الدقيقه 30. مشاهدينا الكرام 40 النادي الاهلي 16 رجاء اغادير المغربي، اللي خلاص واضح الاستسلام على صفوف رجاء اغادير وعلى لاعبته وعلى ادائهم في الملعب. وطبعا ان شاء الله هنتابع هذا اللقاء وتنقله لنا قناه النادي الاهلي حصري لكل جماهير وعشاق كره اليد الاهلاويه، اللي بنتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي الفوز بهذه البطوله عشان تنضم بقى الى دولاب بطولات النادي الاهلي اللي هيظل عامر وزاخر بالكؤوس والدروع وصافره نهايه احداث الشوط الثاني والمباراه. مشاهدينا الكرام بتقدم النادي الاهلي 40 مقابل 16، وادي فيه عتاب كده من محسن رمضان وبكل روح رياضيه اخويه ما بين الفريقين، يعني بيحيوا بعض وبيسلموا على بعض. مبروك النادي الاهلي مشاهدينا الكرام حصوله على نقاط هذه المباراه وفوزوا، وفي انتظار اللقاءات القادمه وحظ اوفر للرجاء اغادير المغربي ان شاء الله في المباريات القادمه. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، على امل اللقاء بكم في اللقاءات القادمه من هذه البطوله باذن الله، وكان معكم معلقكم الرياضي ايهاب رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.